أرحب الآن بضيوفي الأعزاء من استوديو القاهرة الإخبارية، الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، ومن الرياض الأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الحسكة السورية الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أيهم مرعي. وأستأذن ضيفي الجليلين في القاهرة والرياض كي أبدأ من الحسكة مع الأستاذ أيهم. أستاذ أيهم، مرحبا بك، ولعلك ولعل أهلنا في سوريا في خير حال. بعد 12 سنة تعود سوريا إلى حاضنتها العربية، كيف تفسر النخبة السورية، كيف يفسر الإعلام السوري هذه العودة؟ يعني بطبيعة الحال، أولا مساء الخير ولضيوفك الكرام. بطبيعة الحال يعني الجميع يرى أن هذه الخطوة هي خطوة متأخرة بطبيعة الحال. يعني حالة التخلي العربي عن سوريا على مدة 12 عام اليوم تغير كل شيء. ربما حتى على الصعيد الشعبي هناك حالة تفاؤل بالعودة إلى الحالة العربية. معروف أن سوريا هي دولة مؤسسة في الجامعة العربية، وبالتالي كانت تنشط حتى سياسيا وشعبيا، سواء كان رسميا وشعبيا، دورا عربيا أكبر، وأن لا يكون هناك قرار أصلا بإبعادها من الجامعة العربية. وربما نجاح قمة جدة اليوم بشكل رئيسي، لأن المحور الرئيسي كان عودة سوريا، وبالتالي هناك حالة انفتاح على العرب. لكن أستاذ أيهم، طبعا أنا أفهم ما ترمي إليه، لكن أنت أدرى مني بالتشابك الهائل والآلام المروعة التي مرت بها سوريا، وهذا يضع بعض العذر للجماعة العربية فيما فعلت. يعني بطبيعة الحال دعنا نذهب، يعني ندع الماضي لنا بالمستقبل. ما المهم هو ما جاء في تفاصيل إعلان جدة في الجو صحيح. والمناخ الإيجابي صحيح. تجاه سوريا رسميا وشعبيا، وتأكيد على يعني أساسيات هي أصلا يؤمن بها الداخل السوري والسياسة العامة السورية، هي مسألة أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية على ثلاث أساسات كما حددها إعلان جدة. هي مسألة المصالحة الوطنية، وهي مسألة يعني تنشدها دائما الدولة السورية. ثانيا هي مسألة إبعاد التدخلات الأجنبية. التدخل الأجنبي في سوريا هو من عمق الأزمة بشكل كبير وجعلها أزمة مركبة، وبالتالي مسألة أن يكون هناك تفكيك لحالة التدخل الأجنبي في سوريا هو مهم بالنسبة للدور العربي، و يعني سواء اجتماع عمان وأيضا جدة اليوم كله كان ينصب في مسألة أن يكون هناك دور عربي مهم في هذا الاتجاه. وبالتالي أعتقد أن سوريا منفتحة على هذا الدور، وهي تنشد التعاون مع الأخوة العرب للوصول لحل سياسي، إضافة إلى مسألة معالجة تبعات الأزمة السورية. نتحدث عن عودة اللاجئين، عن الحالة الاقتصادية في البلاد، كلها قضايا تحتاج اليوم لنقاش أوسع، خاصة أن معروف أن اجتماع عمان كانت هناك لجنة وزارية ينشد أن تكون لها اجتماعات قادمة، وبالتالي أن تدخل في تفاصيل الأزمة السورية وتبدأ عمليا بأن نبتعد عن العناوين فقط، أن يكون هناك حالة عملية لمسألة معالجة الأزمة السورية بكل صحيح. تفاصيلها، خاصة ما يتعلق بالشق الإنساني وشق عودة اللاجئين والشق الاقتصادي أيضا، خاصة أن سوريا اليوم تعاني من عقوبات كثيرة وقانون قيصر وغيرها، واليوم تأمل من العرب أن يكون هناك حالة لرفع الحصار المفروض عليها والعقوبات التي أثرت على الحالة الشعبية بالدرجة الأولى. اليوم الوضع الاقتصادي على صعيد الشارع السوري هو وضع صعب جدا، وهناك تدهور للليرة السورية. كل هذه القضايا يعني يأمل الشعب السوري أن يكون هناك مدخل، أن تكون هذه القمة مدخل لتفكيك كل ذلك، وأن يوجد حلول لمختلف القضايا، وهي ترحب بطبيعة الحال بالتأكيد سواء شعبيا أو رسميا بأي دور عربي، وهي كانت تنشد هذا الدور منذ يعني حتى منذ قمة سأعود إليك أستاذ أيهم بسؤال أعلقه الآن. السؤال هو عن هل عودة سوريا إلى حاضنتها العربية تعني بالضرورة تقليص الدور الإيراني مثلا؟ يعني لا أعرف كيف تشخص أنت هذه الحالة، سأعود إليك، لكنني أذهب الآن إلى الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، لا أملك إلا أن أسألك، كيف ستعنون مواضيعك بشأن القمة العربية في جدة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني وأنا في الطريق إليك تذكرت كتاب ليحيى حقي بعنوان كناسة الدكان. أيوة. أي كناسة الدكان يتعلق بنهاية اليوم يتم كناسة النشاط اللي فيه، إذا كان مثلا بيعمل في مجال الخياطة
يكون في خيوط أقمشة إذا كان في مجال الفاكهة فتكون بقايا اليوم. يعني العرب الآن يكنسون دكان ما يسمى بالربيع العربي، وبالتالي هي محاولة للخلاص من أخطار ومخاطر نجمت عن هذه الموجة الفوضوية التي لا تزال تترك بصمتها. وفي النهاية هنا هذه المحطة بتقول هناك قمم كثيرة جدا طبعا، يعني منذ 1945 حتى هذه اللحظة هناك قمم راحت وقمم أتت وهناك قمم تركت بصمات وهناك قمم لم تترك مرة مرور الكرام. هذه القمة أراها من وجهة نظري مهمة لعدة أسباب كثيرة في مقدمتها، إنها تأتي في ظروف مختلفة على الصعيد الدولي، أنت أمام سباق نحو نظام عالمي جديد، والعرب أيضا في نفس التوقيت فرض عليهم هذا السباق العالمي الجديد أن تكون لديهم إقليمية جديدة مثلما ترى. يعني وهنا البعد ما وراء هذه القمة وما وراء هذه القرارات وأهميتها في نفس الوقت. تجد الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحفاظ على لقب الأستاذ، أوروبا تبحث عن استقلال استراتيجي، الصين تحافظ على وتخلص لماو تسي تونغ في فتح نوافذ كثيرة في الشرق الأوسط، روسيا البوتونية تحاول يعني أن تحافظ بكل ميراثها على حلم الإمبراطورية القيصرية. كل هذا يحدث، إذن آن الأوان للعرب أن تكون لهم الإقليمية الجديدة، وحدث بالفعل، لأنه ما تناوله يعني أو تناولته القمة الحقيقة من ملفات تزامنت بشكل رئيسي. تجد رئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا يلقي كلمة. صحيح، هذه إشارة والله يا أستاذ جمال إلى أنه هذا المحفل العربي له أهميته عالمياً، وبات للعرب صوت عابر. العالم يأتي إليهم لحل المشاكل. صحيح. هم يمسكون بهذه الورقة. عندما قرروا عودة سوريا إلى مصر 7 مايو الذي ترأسته وزارة الخارجية المصرية السيد سامح شكري في جامعة الدول العربية، وعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، كان هناك آراء غربية وأوروبية ترفض العودة، لكن صحيح. العرب ماضون لم يلتفتوا يمينا ولا يسارا في اتخاذ قرارهم، وقرروا أن تكون الأهداف بلاعبين عرب. والله يا أستاذ جمال، حضرتك تشير إلى نقطة في غاية الأهمية ترد بها على هؤلاء المتخرصين الذين يقولون إنه العرب ما هم إلا ذيل للغرب. ليس صحيحا على الإطلاق، والشأن السوري، التطورات في الشأن السوري دليل واضح لكل ذي عينين. الآن أذهب إلى الرياض حيث الضيف الكريم الأستاذ منيف عماش الحربي. أستاذ منيف، أولا نبارك لكم هذا النجاح الكبير لقمة جدة العربية، ونبارك لكم أيضا أنها ليست قمة عادية، هي قمة تاريخية سيؤرخ لها يا أستاذ منيف. لماذا في تصورك، لماذا صارت جدة بهذه الأهمية؟ خلنا نشير إلى نقاط قد يكون بعض من الإعلام العربي أغفلها. علينا أن ننظر إلى ما حدث في الثلاث سنوات الماضية. أعتقد أنه تطورات كبيرة، أنه في مارس 2020 دعت المملكة إلى قمة استثنائية لمجموعة الـ20، وكان العالم يعاني من ضبابية الرؤية بسبب جائحة كورونا ولا يعرف كيف الخروج من هذه الأزمة، فكانت قمة الرياض الاستثنائية لمجموعة الـ20 استطاعت أن تضع خارطة الطريق اللي دعا إليها قادم الحرمين الشريفين، واعتبرت قمتي الرياض في مارس وفي نوفمبر من أهم القمم، القمة الثالثة في العالم الاقتصادي بعد بريتن وود في 44 وبعد قمة لندن في 2009، والتي مهدت الطريق لضخ 11 تريليون للاقتصاد العالمي. هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية، أن السعودية بدأت في مرحلة جديدة وهي مقاربة إقليمية جديدة، بدأت في قمة العلا في يناير 2021،
في إنهاء المقاطعة مع قطر، ثم زيارة الرئيس إلى السعودية وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، ثم الاتفاق المهم في 10 مارس بين الرياض وطهران وبجين وعودة سوريا. والمرحلة الثالثة هي مرحلة المقاربة الدولية الجديدة التي اتخذها الرياض. ماذا يعني مقاربة دولية جديدة؟ معناتها إصباغ المنطقة بالحياد الإيجابي. نعم شراكاتنا مع الغرب مهمة، مع واشنطن ولندن وباريس وبرلين وبروكسل، ولكن أيضا شراكاتنا أساسية ومتجذرة مع موسكو وبجين ونيودلهي. لعلي أذكر المشاهدين أنه لأول مرة دولة تعقد قمتين مع قوتين متنافستين. صحيح. الرياض عقدت قمة مع الرئيس الأمريكي. أزيدك من الشعر بيت يا سيدي، أنه القمتان ناجحتان وذلك بنعمة من الله. يعني يعني كانت في جولاي مع الرئيس الأمريكي بايدن، وفي ديسمبر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. صحيح. هذا أصبغ المنطقة بالحياد الإيجابي. السعودية خرجت من مرحلة سياسة المحاور والاصطفافات والخندق بالخندق الأمريكي لمناهضة الخندق الآخر. خرجنا من مرحلة الحرب الباردة، الآن نحن في مرحلة الحياد الإيجابي. علاقاتنا مع الغرب والشرق مهمة. لذلك لو تتذكر موقف السعودية في أوبك بلس، كان هناك ضغط غربي في التخلي عن أوبك بلس. لم تتخلى السعودية عن أوبك بلس طبعا. أيضا الموقف من الأزمة الروسية الأوكرانية، أنا أعتقد بعد الحرب العالمية الثانية لم نرى أزمة بمثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي كان يتحدد المواقف. وكان هناك ضغط غربي أن تكون معظم الدول العربية في الخندق الغربي المناهض لروسيا، ولكن ماذا حدث؟ الرياض ومصر وبعض الدول العربية اتخذت موقف الحياد الإيجابي. هذه العوامل الثلاثة أعتقد مهدت الطريق إلى مرحلة جديدة في العالم العربي. ماذا تريد الرياض من هذه القمة؟ تريد نحن في عالم ما بعد أحادي القطبية، تريد أن يكون العالم العربي له ثقله في تشكل النظام العالمي الجديد. صحيح. قد لا صحيح. نعلم قد يكون ثنائي ثلاثي خماسي، قد يمتد عقدين أو ثلاثة عقود، ولكن الرياض ماذا تريد؟ تريد أن يكون للعرب ثقلا سياسيا واقتصاديا وثقافيا في تشكل هذا النظام. أنتقل بك سيد منيف لصلب موضوع هذه الفقرة تحديدا. هناك جهود كثيرة بذلت لتفكيك اللحمة بين الرياض والقاهرة، كلها فشلت بحمد الله، لماذا في رأيك؟ لأنه هم جناحي الأمة العربية. حتى في لحظة الخلافات لو نتذكرها، الخلاف في الستينات، في 67 السعودية بادرت بالموقف مع مصر، لأن السعودية عندما تقف مع مصر هي تقف مع أمنها الوطني، وأيضا مصر عندما تقف مع السعودية هي تقف مع أمنها القومي المصري. العلاقة بين الرياض والقاهرة تختلف عن أي علاقة بين عاصمة عربيتين، هي فعلا مصير مشترك، هناك العديد من القواسم المشتركة، أيضا هناك ثقة بالطرفين. وأعتقد الدولتين الوازنتين في المشهد الإقليمي والدولي العربية تأتي في المقدمة، السعودية ومصر. مهما حاول المتربصين في إيجاد خلاف بين السعودية ومصر، كانت دائما القيادتين في البلدين تتمتع بالحنكة والحكمة، وتدرك تماما أن القواسم المشتركة بين الرياض والقاهرة كبيرة جدا. ولعلي أذكر الناس أنه مركز صنع القرار في مصر في 2009 عمل دراسة فوجد أكثر دولة تلقى قبول لدى الشارع المصري وهناك حميمية تجاهها كانت المملكة العربية السعودية في 2009. يا سيدي أنتم حاضنة الأماكن المقدسة، وهذا أمر له مكان دافئ جدا في قلوب المصريين يا أستاذ منيف. ما في شك. وأيضا المصير مشترك. صحيح. أعتقد قوة البلدين هي قوة للمنطقة العربية، وهما كبار العرب. يعني نحن لا نقصي الآخرين عندما نقول أن كبار العرب هما السعودية ومصر بسبب تاريخهم وبسبب موقعهم الجغرافي وأرثهم التاريخي والبعد السكاني والبعد السياسي والاقتصادي والعسكري.
سأذهب الآن مرة أخرى إلى الحسكة حيث الأستاذ أيهم مرعي. أستاذ أيهم، كنا قد علقنا سؤالا عن الأدوار، الأدوار الآن كيف توزع؟ هل عودة سوريا إلى شقيقاتها العربيات هي بالضرورة تمثل خصما من التوغل الإيراني في الشأن السوري؟ واغفر لي إن كانت مصطلحاتي غير دقيقة، تفضل. يعني بداية يعني ندرك تماما أن المصالحة السعودية الإيرانية ربما كانت هي المدخل لكل ما يحصل اليوم، وبالتالي هذه الحساسية تجاه إيران في سوريا ربما انخفضت بشكل لافت. أيضا عندما نتحدث عن التدخل الأجنبي نتحدث عن حالة احتلال موجودة على الأرض، هي مسألة يعني اليوم سوريا تعاني ما تعانيه عسكريا واقتصاديا، هي هناك أراضي محتلة من الجانب الأمريكي، أراضي محتلة من الجانب التركي. عندما تستعيد الدولة السورية كل هذه الأراضي وتعيد سيادتها على كامل أراضيها، أعتقد أن الوجود الإيراني هو لم يعني بالتأكيد هو سينخفض تدريجيا، وبالتالي الحالة الأمنية عندما تستعيد سوريا حالتها الأمنية بشكل عام وتستعيد سيادتها الوطنية على كامل هذه الأراضي، وهي ما نشدته حتى بيان جدة اليوم أكد على مسألة وحدة سوريا هو أمر مهم جدا وسيادتها على أراضيها، حتى تناقشت في مسألة الجماعات والميليشيات المسلحة التي لا تزال موجودة على الأرض، نتحدث عن مناطق في شمال شرق سوريا، مناطق في إدلب وغيرها، وبالتالي عندما تستعيد الدولة السورية هذه المناطق جميعا أعتقد أصلا الوجود الإيراني هو سينخفض تدريجيا، وبالتالي سنشاهد انخفاض للدور الايراني، مع الاشاره الى ان يعني اصلا الوجود الايراني هو متوقف على حاله استشاريه عسكريه للجيش السوري. معروف ان الجيش السوري يعني عانى معاناه وخسر الكثير من جنوده ومن معداته، وبالتالي كانت هناك حاله تحالف مع الجانب الايراني ومن تدخل بموافقه الحكومه السوريه، لكن في الجانب الاخر هناك قوات دخلت بدون اي موافقه، نتحدث عن احتلال امريكي، احتلال تركي للاراضي السوريه، فبالتالي نحن نحتاج لتوازن، يعني عندما يكون هناك حاله توازن بانسحاب أمريكي تركي أعتقد أن إيران ستنكفئ تدريجيا حتى بالشراكة مع الدولة السورية، وهذا أمر ربما متفق عليه بين الدولة السورية وإيران وحتى نحملك الروسي. نحملك السلامة أمانة لكل أهلنا في سوريا. لم يتبقى من وقت إلا لسؤالين سريعين وزعهما بين القاهرة والرياض. أستاذ جمال، يبدو وكأنه هناك قدر كبير جدا من الرضا في الحاضرتين الرياض والقاهرة بتوزيع الأدوار، يعني القاهرة لا تتحسس من الصعود السعودي والسعودية لا تتحسس من الدور التاريخي المصري. كيف وصلت العلاقات بين الحاضرتين إلى هذا الرشد سيد جمال؟ يعني الرشد له تأسيسه وله مرجعيته. بدءا من اليوم تابعنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره للمملكة في الكلمة العميقة القاطعة الدقيقة المهمة التي ألقاها في القمة، ولقاءه بولي العهد محمد بن سلمان منذ هذه اللحظة، وصولا إلى الجملة الشهيرة أو المقولة الشهيرة للملك المؤسس عبد العزيز عندما قال لا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر. وتذكر معي أيضا مقولة الملك فيصل ابن عبد العزيز بعد 67 عندما قال للرئيس جمال عبد الناصر يا جمال مصر لا تطلب مصر تأمر. ما بين اليوم 19 مايو وما بين هاتين المقولتين ميراث طويل ما بينهما اتفاقيات ومسارات وعمل وتشابه في وجهات النظر. الحقيقة الرياض تدرك جيدا وتعلم جيدا أهمية ومكانة القاهرة، والقاهرة كذلك أيضا يعني تحرص على التنسيق الدائم مع الرياض في مختلف القضايا والملفات. أستاذ جمال، أقول لك أنت تفضلت بالإشارة إلى العمق التاريخي في العلاقة بين الحاضرتين. أذهب الآن إلى الرياض حيث الأستاذ منيف، ما تفسيرك يا سيدي لهذا الرشد الذي نحمد الله عليه وكما يفعل المصريون نمسك الخشب كي لا يحسد؟ تفضل. التجارب المشتركة ومروا بالعديد من الأحداث، وتعرف هذه المنطقة عانت من اضطرابات و كانت ملازمة لها ديمومة الخطر الإقليمي، فهم جربوا الدولتين جربوا تاريخ طويل من العمل المشترك
وانعكست إيجابيا على البلدين وانعكست على استقرار المنطقة. لعلي أذكر واحدة من أهم التحالفات كان المثلث بين الرياض والقاهرة ودمشق اللي لعب دور في إسقاط حلف بغداد، وهو واحد من الركائز الأساسية. هذا المثلث أيضا عاد في 73 وحقق انتصارات 73، ونتذكر مقولة أنور السادات عندما قال الملك فيصل أنت أدرى بشؤون البيت بمعنى قطع النفط، وقال السادات أنا لم أطلب من الملك فيصل قطع النفط بينما هو الذي بادر، وقال له الملك فيصل كلمة مشهورة: عليكم أن تطيلوا المعركة حتى نستطيع بناء راية عام دولي عليها. رحمه الله كان رجلا عربيا أصيلا، ورحم الله الاثنين، يعني السادات والملك فيصل في مرحلة وفي ملحمة تاريخية، وأثبت أنه جيش إسرائيل الذي لا يقهر تم قهره في 73 في هذا المثلث الرئيسي. أيضا التطلع للمستقبل، أنا خلنا أرجع إلى كلمة مهمة قالها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في جدة، وقال علينا أن ننظر للمستقبل ونتناسى حقب الماضي. العرب بحاجة أيضا إلى تضميد الجراح والعمل سويا. نتذكر الموقف السعودي في 2013 عندما كان هناك محاولة لفرض عقوبات على مصر بعد التغيير السياسي اللي حدث في مصر، والموقف السعودي الواضح، أيضا المواقف التاريخية لمصر مع السعودية. فهذا فعلا هو تجسيد حقيقي للمصير المشترك، وانعكاس هذا التوافق لا ينعكس فقط على البلدين، هو ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة. يا سيدي، هذه نعمة نحمد الله عليها وندعوه سبحانه أن يديمها علينا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي الذي شرفنا من الرياض. الشكر الجزيل كذلك لضيفي الكريم من استوديو القاهرة الإخبارية سعادة جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. ولا أنسى أبدا من كنت قد حملته بوافر التحية ودافئ المشاعر لأهلنا في سوريا الأستاذ أيهم مرعي الكاتب الصحفي الذي شرفنا من الحسكة. مشاهدي الكرام، الشكر الجزيل لكم بدوركم هنا القاهرة عاصمة الخبر.